اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي يعني نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن الكبير محمد حشيش. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا مين. منور الدنيا بيك والشاكة والجمال. ربنا يخليك. ربنا يخليك. لا وازيك انت ابو الشياكه. انت ابو ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك دايما بتنورنا كابتن وبنسعد بارائك الفنيه. يعني بدايه شايف البطوله العربيه ازاي قبل ما نشوف الاهلي فيها ازاي؟ هو مبدئيا طبعا اقامه البطوله العربيه في القاهره في التوقيت اللي بتمر بيه البلد طبعا يعني دي حاجه كويسه بتزود الروابط والصداقة بين الشعوب العربية اللي بعدت خلال الفترة اللي فاتت نتيجة الأحداث الكبيرة. 10 أندية إفريقية عربية بتشارك بجمهورها موجود في القاهرة بينعش طبعا السياحة وبيقرب زي ما بقول لك يعني الروابط بين الروح العربية موجودة خصوصا البطولة كانت يعني غايبة عننا بقالها برضو فترة. فعودة البطولة في القاهرة دي يعني من الحاجات المهمة في البداية. تاني حاجة طبعا فرصة للأندية انها تحتك بفرق كبيرة ومدارس كتيرة مدربين مختلفين من بلاد مختلفة مدارس مختلفة فدي طبعا بتخلي المديرين الفنيين في التوقيت ده يحط ايدهم على العناصر المهمة اذا كان هيساعدهم بعد كده في موضوع القيد او هيعرفوا النواقص في الفرق بتاعتهم اللي ممكن يستخدموا بيها لعيبة تانية وخصوصا لو اتكلمنا بصفة خاصة عن النادي الاهلي فطبعا النادي الاهلي البطولة دي يعني في ناس بتقول الاجهاد والنادي الاهلي خارج من دوري كبير طويل بطولة إفريقية وصل فيها اللي خلاص يعني تك إن شاء الله بإذن الله ويكمل فيها بصفة كويسة طبعا عنده لعيبة كتيرة ما لعبتش خلال الموسم فرصة كبيرة إن هو اللعبة دي تحتك في بطولة قوية ومنافسات قوية مع فرق قوية يقدر يحط برضو ايده على العناصر اللي ممكن هتكمل معاه او ممكن يقدر يعمل مثلا اعارة ليها في اماكن معينة هيستقدم لعيبة منها شفنا المباريات اللي فاتت خلال المباراتين اللي فاتوا بتوع النادي الاهلي المباراة الاولانية والمباراة التانية الفيصلي والوحدة بالظبط كده النادي الاهلي طبعا في عناصر جديدة دخلت على تشكيل الفريق عشان يريح طبعا العناصر الاساسية للبطولة الاهم ما حلفش التوفيق النادي الاهلي في المباراة الاولانية يمكن نتيجة لبرضو اللعيبة بعض اللعيبة اللي لعبت كان بقالها فترة ما لعبتش فأول مباراة ليها بعد فترة كبيرة قدام جمهور وفي بطولة برضو الاهلي بيسعى ان هو يحققها طبعا كانت ممكن في بعض اللعيبه ما ظهرتش بالمستوى المطلوب كمان النادي الاهلي خسر نتيجه برضو سوء الحظ جون نتيجه الغلطه من احد المدافعين طبعا بالظبط عمرها ما تحسن من نجيب عمرها بتحسن من نجيب خالص يعني بالشكل ده وطبعا الاهلي ما قدرش يتعادل او يكسب انما شفنا في المباراه الثانيه اختلاف كبير جدا جدا اللعيبه كثيره جدا استعادت مستواها لعيبه ظهرت مستوى عالي جدا في لعيبه بتلعب لاول مره ظهرت مستوى بالزبط. عالي بالزبط. ناس كان بقى لها فتره بعيد عن الملاعب نتيجه للاصابه بالزبط. اعتقد ان النادي الاهلي عمل مباراه كبيره كان يعيبه بس حاجه واحده بس وهي الاستعجال كان مستعجل المكسب النادي الاهلي نازل طبعا خسر المباراه اللي قبلها فعايز يكسب المباراة وطبعا كان المكسب ضروري لأن لو أي نتيجة غير المكسب كان ممكن يخرج بره البطولة كان مستعجل استعجال كتير وبان أنه بيوصل للجون طبعا أو مرمى الخصم وصلنا كتير جدا جدا بس في استعجال وفي صربعة وكان في نوع برضو من الأنانية اللي في بعض لبعض اللعيبة اللي عايزة تظهر مستواها وعايزة تثبت وجودها العوامل دي كلها خلت النتيجة 2-0 طبعا النتيجة في المقام الأول 3 بونت دي كانت حتمية كنا نأمل في طبعا أهداف أكثر من كده لأن الأهداف ممكن تبقى هي الفيصل في صعود النادي الأهلي أو عدم الصعود أكيد يعني حضرتك اتفرجت على المباراة كاملة المباراة طبعا شفت لقطة يعني انا يهمني لقطة ميدو جابر تمام اللقطة اللي ضاع فيها الهدف والضحكة اللي ضحكها بعد الهدف الضحكة دي حضرتك فسرتها ازاي؟
هو احساسي ان هو حاسس ان الكوره ما عندها يعني الكوره مش ماشيه معاه، مش نتيجه لحاجه تانية. هو يعني ساعات الواحد لما بيكون بذل مجهود كبير خلال فتره كبيره ما بين المباريات وبيلازمه سوء التوفيق، طبعا لما تيجي كوره زي دي وكوره سهله جدا كان ممكن بنوع من التركيز الاكثر من كده او لو في توفيق تبقى هدف مؤكد. فهو الضحكه دي نتيجه ان هو يعني خلاص بيبص يعني بيكلم ربنا بيقول له يعني مش معقوله دي تضيع مني او الهدف يعني. انا عشان كده سالتك لان الضحكه دي اثرت في ناس كتير قوي. يعني ميدو جابر بيتكلم بيقول ان يعني انا مش صحيح. مش انا اللي ضيع الفرصه السهله دي بالظبط، لان كانت كل دي مع مقصه يعني كلها جوال طبعا واصعب بكره سهله جدا. هو بيعاند نفسه يا كابتن. يعني ميدو عمال يعاند نفسه للأسوأ، مش لايجابي يعني. صحيح. هو بيحاول ان هو لا انا لازم اقنع الناس ان انا ميدو جابر. هي دي المشكله، عشان كده بتيجي ده السؤال بتاعك. هي دي المشكله. يعني ميدو الناس كلها عارفه انه لعيب كويس، ولو ما كانش لعيب كويس ما كانش النادي الاهلي اساسا بالزبط. فكر ان هو يجيبه ويضمه للفريق يعني. انما اللعيب المفروض يبقى اسكن كده. لما انا احس ان انا في بدايه المباراه اللعيبه بقى اللي عندها خبرات ما بتحس ان في اول كوره وثاني كوره الكوره معنده بلغه الكوره لازم العب السهل بالظبط، لازم العب السهل دي مشكلته لغايه ما اوصل للاداء الكويس بالزبط. انما هعاند واثبت في كل كوره ان انا لازم احط جون عشان الناس تاكد ان انا لعيب كويس. لا مش هينفع. وبعدين الكوره انت عارف، انت لعيب كوره وعارف الكوره ما بتتعاندش بالظبط. يعني الكوره ما بتتعاندش. دي اللقطه هي كابتن قدام حضرتك. لا هي الثانيه. حاول تجيب الثانيه يا جماعه. الثانيه اسهل. حاول تجيب الثانيه اللي هي كان باص اتعملت له لتحت بالظبط. وهو متردد. ده انا عايز اقول لك ده هو كان ممكن يوقفها كمان توقيفه يسندها ويضمنها اكتر. بالظبط يعني حاولوا تجيبوها كده. اعتقد ان هي دي. هي دي. ايوه بالظبط. هي دي على فكره عنده مساحه اقرب واحد ليه على بعد كبير منه. بص يعني كان ممكن يضمنها. هتقول لنا وشه يعني كده وهو هتبان كمان من ورا الجون اكتر. بالظبط. يعني ده باسم طبعا ضربه جزاء هو حطها. بص فين يا ميدو بقى. هو الراجل اللي قدامه واقع على الارض. بص واقع على الارض. واقع على الارض خلاص بالظبط. بص ممكن احطها اسندها بس سنده واحده واضمنها. هو عايز يقول عايز يعمل اي حاجه. عايز يعمل اي حاجه. فده ده دي الضغط طبعا العصبي. بالظبط. يعني ده يقول ان الشخصيه كابتن بتختلف من مكان لمكان. مليون في المية. حتى لو مدربين يعني ممكن مدرب يبقى ناجح قوي مع فرقه طبعا هاديه نوعا ما ملهاش جماهير مفيش يعني نادي الاهلي دايما مختلف. بص يا ميدو عايز اقول لك حاجه. النادي الاهلي مختلف عن اي نادي في مصر. الفانيلا بتاعته لها قيمه كبيره جدا. أنا جدا معاك. جمهور كبير جدا. جمهور دايما باصص ان انت بيحاسبك على الباصه. حضرتك لعبت ضد النادي الاهلي؟ طبعا. ما انا جاي لك بقى في الكلام عشان اقول لك الفرق. انت بتلعب في النادي الاهلي لو بصيت باصه غلط في الماتش كنت بتطلع تأني بنفسك. انا كنت بأني بنفسي وارجع اتفرج على الماتش والاعاده اقول يعني ما كانتش الكوره دي كوره واحده باصه. مش مثلا جبت جون في نفسي ده باصه بس غلط في نص الملعب. عشان النادي الاهلي جمهوره كبير ومركز قوي مع فرقته ومركز مع لعيبته. والاماكن المكان فيه 3 و4 لعيبه في النادي الاهلي. لو ما كنتش انت هتبقى بصوره دايما هيتداس عليك كويسه ثانية. على طول في ثانيه وعشان يجي لك عشان يجي لك بقى تلف ويجي لك ثاني صعبه. صعب. انا طبعا بقول لك الكلام ده عن تجربه لان انا لعبت في النادي الاهلي ولعبت بعديه في نادي المقاولين العرب. اكبر جمهور في مصر لنادي ما ملوش جمهور. يعني حضرتك لعبت بعد الاهلي. بعد الاهلي طبعا. بعد الاهلي رحت الرائن القطري ورحت. مش هتحس بخضه الفانيلا بالظبط كده خالص. كنت وخصوصا كمان انت رايح نادي ملوش جمهور. لا نادي شركه. مش انا قصدي وحضرتك بتسخن في المقاولين. لا لا خالص. الاهلي نازل عليك مش هتحس بالخضه. لا طبعا. انا بقى حسيت بيها. انت حسيت بيها. اوف. احنا كنا في انبي مع ان النادي الاهلي لما انا رحت النادي الاهلي قالوا لي ده احنا كنا بنشوفكم يعني انبي. قلت لهم ما تعرفوش احنا كنا عاملين ازاي. ايوه صحيح. احنا اول ما بنشوف ما بنبصش على الاشخاص. ايوه. الفانيلا نفسها صح ليها رهبه. دقات قلبنا بتزيد مثلا ايه 30 صحيح. 40 دقه صحيح. مثلا صحيح صحيح فعلا والله. دي حقيقه. مهما كنا حتى احنا كنا بنكسب الاهلي وكنا عاملين حاجه جميله قوي مع انبي. مزبوط. لكن فانيلة الاهلي مختلفه. لا لا خالص. لا لا عشان كده بقول لحضرتك تسليط اضواء على النادي الاهلي. اعلام مسلط الضوء على اللعيبه. خلي بالك لعيب النادي الاهلي عليه الاضواء جوه الملعب وبره الملعب طبعا. وكل تصرف
بتصرفه اي لعيب خارج الملعب بيبقى محسوب عليه. طبعا الانديه الثانيه غير كده بيبقى خالص حاجه ثانيه خالص. انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني دايما بتكلم على امبي لان امبي كان هو النائر ونقير مع الاهلي. طبعا طبعا. كنا احنا في امبي نقول يا جماعه اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش كوره. صحيح. لان كمان اللي راحوا الاهلي من انديه، يعني انا اقول لك الكلام ده انا حسيته مع ان انا قعدت في نادي الاهلي سنه واحده بس. أي. لكن انا الباص ايه ده يا جماعه، ده احنا كنا في امبي بنخبي الكوره اساسا. ما حد كان بيعرف عننا حاجه خالص. لا, لا لكن في الاهلي فعلا لا الموضوع مختلف. وبالرغم من كده يا كابتن محمد، وبالرغم من كده النادي الاهلي متماسك، النادي الاهلي دايما بطل، النادي الاهلي دايما بيكسب. صحيح. النادي الاهلي دايما واقف على رجليه. مظبوط. وبالرغم من كده كمان الناس مش عاجباه. فسر لي الظاهره دي يا كابتن. النادي الاهلي يعني حاجه كبيره جدا جدا. بعض من الناس، بعض من الناس طبعا مش كل الناس. جمهور النادي الاهلي برغم ان النادي الاهلي اكتر نادي يمكن في الوطن العربي ودلوقتي بقى في عالميا كمان حاصل على القاب سواء محليه او قاريه ودوليه دلوقتي كمان ببطوله العالم للانديه و و و انما جمهوره بتنافس ريال مدريد. جمهوره اي بطوله يدخلها النادي الاهلي عايزه ياخدها. بالظبط. برغم بص يعني بص برغم المسافه الكبيره الجاب الكبير بين النادي الاهلي والزمالك اللي هو المنافس التقليدي ده كان بطوله وده كان بطوله فرق كبير جدا الى ان النادي الجمهور النادي بيصر ويصمم ولا يتنازل عن اي بطوله يخش تدخل النادي الاهلي. يعني اي بطوله النادي الاهلي او مسابقه النادي الاهلي بيخشها الجمهور عايزه يحصل على البطوله مش عايزه يتغلب خالص. المباريات الوديه الجمهور عايزك تكسب والمباريات الوديه فدي حاجه مش هتلاقيها في اي نادي تاني. يعني اللعب النادي الاهلي ولعب اي نادي تاني القصه مختلفه تماما مختلفه تماما. من هنا بتكمن الصعوبه او الضغط العصبي اللي على اللعيبه. لعيبه النادي الاهلي في التمرين بيبقى عليه العين. احنا كان في ناس بتيجي تكلمنا من جمهور واحنا خارجين من التمرين يقول لك ايه يا كابتن النهارده في التمرين انت مريح شويه انت كنت كذا انت كنت كذا. تخيل في التمرين فما بالك الماتشات. كان بقول لك بيحسبوا الباص يقول لك انت في كره اتقطعت منك مثلا في الدقيقه كذا. عمرك ما كنت انت بتعمل في النوادي الثانيه والمقاولين كنت بلعب براحتي جدا جدا ومفيش حد بيشوفني ومحدش ويمكن تعمل مباراه قويه جدا جدا تطلع محدش واخد باله ولا حد. لاسباب كثيره شعبيه النادي الاهلي جوه مصر وبره مصر، تسليط الضوء من الاعلام، كذلك المنتخب دايما عينه في المقام الاول على النادي الاهلي. احنا دايما نقول النادي الاهلي كويس ومتفوق وفي المراكز الاولى يعني منتخب مصر كويس. فكل العوامل دي تخلي النادي الاهلي حقيقة. عشان كده في لعيبه كتير جدا ميدو جت النادي الاهلي وما استحملتش. بالظبط. كانت لعيبه متفوقه جدا بالزبط. في انديه ثانيه جدا. جه النادي الاهلي ما قدرش يستحمل الضغط العصبي هو مش واخد على كده. بالظبط. عشان برضو ارجع اقول برضو يعني دايما ولاد النادي الاهلي اللي هم من فرق الناشئين بيبقوا واخدين على كده بيبقوا متربين على عدم الخساره دايما مكسب على طول. النادي الاهلي لا ما ينفعش ان انا اتعادل او اخسر دايما عيني على البطوله اي بطوله سواء دوري او كاس او 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 ماتشات وديه لو حتى رحلات ماتشات وديه في الدول العربيه ما ينفعش ان انت احنا مرة تخسر. مره انا قلت لحضرتك قبل كده كنت معايا برضو مره كسروا لنا اتوبيسنا في الكويت. طبعا بنلعب ماتش اعتزال حد طبعا خسرنا 2-1 او 3-2 صحيح اتوبيس اتكسر. صحيح صحيح ماتش اعتزال صحيح. بص يعني بقى العكس لو انت بتروح الدول العربيه وده كان العادي يعني الحمد لله ان انت بتكسب بتشوف المصريين في بالظبط استقبال رئيس جمهوريه من المطار لغايه الاوتيل عليك بالزبط. حراسه عليك امن بالزبط. اللي بيجي يتصور مع فرقه النادي الاهلي كان بيدفع فلوس عشان يتصور مع عائله النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قيمه طبعا كبيره وحاجه كبيره وان شاء الله اتمنى البطوله العربيه اللي احنا فيها ان الماتش الاولاني ما يكونش له تاثير الخساره دي المكسب كويس اللي فات ان شاء الله. انا متاكد واثق من اللعيبه ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله مع نصر حسين داي النادي الاهلي يكسب وان شاء الله يكسب بسكور تحسبا لنتيجه طبعا الفيصلي مع فرقه الوحده. لو كسب طبعا هو اللي بيترشح كاول ان احنا بالاهداف ان شاء الله وبالنقط ممكن نخش احسن تانية. انا عايز اكلمك كابتن محمد برضو في حته يعني انا لما قعدت افكر فيها قلت ليه اللعيبه يعني لما يكون مدير فني موجود كابتن حسام بدري بيبقى عامل ضغط شويه على اللعيب مدير فني بتاعي صحيح. فانا ليه اللعيبه ما تحررتش شويه يعني ليه في الماتش طبعا بان في ماتش الفيصلي ان هم
مش تحرره للإيجاب، لا تحرره تمام. للسلب. صحيح. طب دي ايه؟ دي شفتها ازاي؟ ازاي يعني بقول لك ممكن يكون اقول لك انا اسيب اللعيبه على حريتها شويه، اديها حريه شويه بحيث ان كل واحد ما يبقاش بقى شايفني بره إيه، لا انا عايز اللعيب يطلع كل حاجه عنده. فدي ممكن ليها حاجتين. ممكن ده يكون له تاثير سلبي، ان بعد المدير الفني عن الفرقه ده له تاثير. ان انا برضو المدرب بتاعه المدير الفني مش واقف على الخط، انا تعودته انه واقف على الخط ويبقى فيه توجيهات وكده. دي ثقافه لاعب يا كابتن محمد. طبعا مليون في المية. طب ليه احنا ليه عندنا الثقافه دي مش موجوده، ان انا التزم مهما كان، انا شخصيا كلاعب دي ثقافه بقى من الناشئين طبعا، ولا ثقافه بتبقى زي بقول لك مليون في المية بتختلف عن لعيب عن لعيب. في لعيب واخد على فانيله النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وتربيه النادي الاهلي، ودايما هو حاطط في دماغه النادي الفانيلا الحمراء بغض النظر عن المدرب. بحاول ادعم كلامك طبعا، معلش بقطعك. لا لا لا، لا تمام تمام. زي ما شفنا حسام غالي امبارح، صحيح، كان مثلا واقف مديرين فنيين الدنيا كلها، الدنيا كلها بتتفرج. هو حسام غالي شخصيا، حسام غالي لاعب كبير، لاعب في النادي الاهلي على مستوى الاشبال وعلى مستوى الفرقه الكبيره، اتمرن مع مديرين فنيين كتير جدا جدا. حسام غالي النادي الاهلي بيلعب، حسام مجرد مثال، مثال يعني طبعا، مثال طبعا، مش بعمم يعني. كابتن النادي الاهلي دايما بيتحمل مسؤوليه الفرقه كلها. حسام دايما بيحط نفسه كقدوه للاعبين، اللاعبين، لان حسام لو هو ما اتحركش في الملعب وتخاذل وما كانش عنده الروح ان هو يكسب و هتتنقل لبعض اللعيبه، لان معظم اللعيبه الثانيه صغار في السن. فطبعا دي بتفرق جامد قوي. بعكس لعيب تاني زي ما بقول لك ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت، ابتدى المباراه اللي فاتت قدام جمهور حاجه، محطوط تحت ضغط عصبي ونفسي هو مش متعود عليه في انديه تانية قبل كده. دي اللي بتفرق اللعيب عن اللعيب. هي يعني دي الحته بقى اللي بتكلم فيها كابتن. طبعا مليون في المية. انا ليه ما طلعش بقى كل اللي عندي؟ يعني انا ليه ما اقولش هو انا موجود ويعني مفيش عليا حتى ضغط كمان؟ ممكن يكون الكابتن حسام قصد ان هو يعمل كده عشان اللعيبه دي تطلع كل حاجه. انا هقول لك حاجه ميدو، اللعيبه الفتره دي محظوظة عن أيامنا. إحنا أيامنا لو تفتكر كان المركز فيه 3 و4. أنا كنت في مركزي 8. وعايز أقول وعايز أقول لك إن اللي قاعدين بره احتياطي دول منتخب مصر. مش مجرد يعني إن هو في بديل وخلاص، لا ده البديل بتاعي كمان منتخب مصر. فكنا ما بنصدق إن إحنا الفرصة تيجي بتبذل كل جهدك وكل طاقة عندك كأنه آخر ماتش بالنسبة لك، لأن عارفين ومتأكدين كويس لو أنت لعبت 50-60% مش هتلعب تاني، يعني لما بقى بتحصل ظروف وتلعب تاني. بعكس الناس دلوقتي لعيبة النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي دلوقتي اللعيب ممكن يبقى في مركزه ومفيش حد أو البديل مصاب أو فممكن ياخد فرصة إنه يبقى وحش يلعب تاني وتالت ورابع، دي ما كانتش متوفرة. فعايز أقول إن لازم اللعيب في النادي ما يبصش للفانيلا الحمراء، انا نازل عشان خاطر الفانيلا الحمراء، ما ينفعش النادي الاهلي يتعادل او يخسر. بالزبط. ما ينفعش ان بطوله عربيه بقى لها فتره كبيره وموجوده على ارضنا وفي القاهره ان احنا نخرج لا قدر الله من الدور ده او ما نكملش او لا. ده احنا بنلعب على البطوله، وان شاء الله باذن الله البطوله باذن الله اهلاويه يا رب ان شاء الله باذن الله. يعني حتى لو ما كانتش البطوله الاهلاويه، لكن انت كده استفدت فعليا، انت شفت لعيبه، حكمت على اللعيبه، كنا عايزين ماتشات كمان نستمر علشان ان شاء الله نستمر باذن الله، لكن شفنا اسلام محارب مثلا، شفنا طبعا ازارو برضه لسه جديد، طبعا يعني انا عايز اقول لك بامانه، مش يعني لو حللنا الفرق كلها اللي موجوده في البطوله بعد مباريات الجوله الاولى وجزء من الجوله الثانيه، لا فعلا النادي الاهلي مرشح بقوه. ويعني لو اتفرجنا على خارج الحسابات خالص نهائي، بدليل ان الدنيا كلها اتغيرت. انت اتفرجت على مستوى بعض الماتشات الثانيه، يعني 50-60% مستوى الفرق. انما في النادي الاهلي بالمباراه اللي فاتت، يعني اعتقد ان شاء الله لو كمل باذن الله وهيكمل، لا ممكن يوصل النهائي وان شاء الله يكسب البطوله اكيد ان شاء الله. يعني خليني برضو في نفس الاطار ده كابتن، تمام. يعني خليني، انا كنت بتكلم مع الساده المشاهدين قبل ما حضرتك تشرفني، يعني ليه دايما بتشوفوا الحاجات السلبيه او بعض الناس، او مش عايز يعني اقول اوصفهم، لا انا خليها في العموم. تمام. ليه دايما بيشوفوا الحاجات السلبيه بس، مع ان الحاجات السلبيه عندك ما شاء الله قليله جدا، تمام، ومش مكشوفه تمام زي انديه تانية يعني، تمام،
يعني فضايح على الملأ. تمام. بالعكس انت محافظ على نفسك بالرغم من انت نادي الاهلي والناس عامله لك مليون حساب وبتنزل المنافس بيبقى يعني مثلا قد مستوى الطبيعي مليون مره، يعني ليه دايما بيشوف الجزء الفاضي اللي هو قد كده؟ دي الضريبه اللي بيدفعها النادي الاهلي، ودي يعني انا مش هعمم طبعا، في قله اللي هم بتشوف بس الحاجات السلبيه اللي نفسها تشوفها. خلي بالك من الكلام، في ناس عايزه تشوف سلبيات، انما الناس السويه لا، يبصوا على المستوى او الصوره ككل، ما يبصش على جزء، لان الصوره كامله لا، النادي الاهلي الحمد لله في استقرار فني موسم كامل، بتحصد بطولة الدوري العام قبل الدوري ما بينتهي بفترة كبيرة، عامل ريكورد، عامل نقط يعني فرق نقاط كبيرة بينك وبين التاني، مفيش هزيمة خالص. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ انت عايز ايه اكتر من كده في مرحلة، خلي بالك، بناء فريق جديد للنادي الاهلي. يعني الفترة اللي فاتت برضو انت بتحاول انك بتدعم مين من قطاع الناشئين مع استخدام بعض اللعيبه المميزه. النادي الاهلي بيستقدم برضه لعيبه اللي هو محتاجها، ما بيعملش زي الانديه الثانيه انا برص لعيبه جنبي وخلاص، وهم مش عارفين ان كتر النجوم او كتر اللعيبه ده ممكن يؤدي لنتيجه عكسيه زي ما احنا شايفين في بعض الانديه الثانيه. انت دلوقتي ماشي في بطوله افريقيا بشكل كويس قوي، ربنا يسهل ان شاء الله ونكمل. في انديه تانية مثلا خرجت من البطوله، فانت عايز ايه اكتر من كده؟ هو خلي النادي الاهلي، لان هو دائما بره المقارنه بصراحه. بالظبط. انا بكلمك كنادي اهلي. اه كنادي اهلي بس، وحضرتك يعني طبعا اجبت على السؤال، لكن هي علامه استفهام فعلا. اه طبعا. يعني ليه بتشوفوا دايما الجزء الفاضي؟ ليه ما بتشوفوش الحاجات الايجابيه؟ اعداء النجاح موجودين في كل مجال وفي كل حته. في ناس لها اغراض خاصه وتوجهات خاصه برضو يعني انا طبعا بستشهد برايك عشان طبعا حضرتك يعني قيمه، يعني ربنا يخليك. الناس بقى اللي هم بيطلعوا يعني بنشوفهم يعني في التلفزيون، الناس المنوره دايما كده، لما يطلع يتكلم على لعيب الاهلي جاب مش عارف هو ملوش لازمه، وللاسف بتبقى اسماء المفروض يعني ان هي ليها راي في الشارع الكروي او الشارع الرياضي، ولا وازاي وفلوس، وتاني يوم على طول لما اللعيب ده مثلا يجيب جول ظاهر بمظهر، لا بصراحه احنا قلنا، وهم يعني الناس دي ما بتشوفش نفسها. عايز اقول لك حاجه ميدو، الانتقاد سهل قوي حتى لو انت كامل. الانتقاد سهل قوي، الهدم اسهل من انك تبني. بالظبط. وفي ناس عندها حاجه كمان خالف تعرف، لما اجي انا حاجه مستقره وحاجه كويسه وحاجه ماشيه واجي اطلع فيها اخطاء، الناس هتبص لي والله بص بيتكلم كذا كذا، انت فاهم ازاي؟ يعني خالف تعرف هو مش معروف للاسف ومش متشاف ومش موجود. والله في ناس بتتشاف للاسف، فلازم يعمل فرقعه. يعني في ناس بتتشاف للاسف، وكمان للاسف كمان بقى عندنا، يعني انا اسف يا جماعه في التعبير، بقى عندنا المؤدب بنقول عليه ضعيف. صحيح. وصاحب الصوت واللي هو بيقعد يعني يعمل اللي ما بيتعمل، بقى هو فعلا صاحب صوت، والناس بتبقى قاعده في الاستوديوهات عامله كده وفي منتهى الادب، يعني ممكن كمان يحطوا صباعهم في بقهم من الادب. زي ما بنقول لك يا ميدو، هو قله الادب سهله قوي، انما الاحترام والكلمه الطيبه والسلوك الجيد ده صعب، وخصوصا لما انت ما تكونش متعود عليه، البيئه اللي انت خارج منها مش كده، فصعب انك تعمل الكلام ده. في ناس زي ما بقول لك بتعمل فرقعات عشان تبقى موجوده، بغض النظر بقى ان هي المفروض ان الـ الكلمه دي امانه، اللي بيقعد قدام الشاشه ده المفروض يكون طبعًا على مستوى الناس اللي قاعده بتتفرج. بالظبط. اللي بيتفرج عليك مستويات مختلفه، في واحد ثقافته محدوده، في واحد مثقف جدا، في فلازم تبقى انت على مستوى الجميع. مستوى الجميع. في ناس بتنقاد بتتاثر فعلا بكلام المقدم البرنامج او المعلق اللي بال... يعني ناس بتنقاد ليه. احنا شعب بطبيعته طيب. بالظبط كده. فعشان كده انا كنت والله قبل ما بتدخل كنت اقول لهم، قلت لهم يا جماعه يعني اتقوا ربنا، ودايما بقول اتقوا ربنا، لان أمانة. ربنا اللي يسألك لا واحد رئيس نادي هيشفع لك خالص، ولا جمهور هيشفع لك. بنشوف ناس فعلا متزنه، ما بيفرقش معاها مين على الكرسي النهارده ومين، لان احنا اتعودنا في مصر ان الكراسي بتتبدل، وخصوصا في الفتره الاخيره بتتبدل بسرعه قوي. بالظبط. واخد بالك ازاي؟ فمش هينفع الا الناس، والناس دلوقتي بقت بتفرز بتفرز الكويس والوحش، وبقى عندها خبرات، لان القاعده وسعت قوي. زمان
لو هنتكلم على فتره مثلا اوائل الثمانينات كان في شله قناه واحده وبرنامج اسبوعي وواحد او اتنين بيبدلوا فيه. دلوقتي الفضائيات مليانه والبرامج كتير وكده، فالناس بتفرز، والناس برضو في الاول وفي الاخر بتروح للانسان اللي حاسين ان هو بيتكلم بمصداقيه ومش متقلب ومش على حسب الموجه اللي ماشيه، او انت عارف سياسه القطيع، واخد بالك، واحد بيقول كده روح الموجه ماشيه. والله فعلا فطبعا الامور مختلفه يعني. فعلا فعلا. طيب نطلع فاصل نطلع فاصل ونكمل مع الكابتن محمد حشيش اللي مشرفنا ومنورني. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول، استنونا.